وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة. مساء الخير أستاذة فائقة، وبداية نعزيكم بهذا المصاب، ولا شك أن لفقيد الوطن رحمه الله جهودا ملموسة في جميع القطاعات ومن أبرزها طبعا القطاع الصحي. كيف تستذكرون دور سموه رحمه الله في تطوير هذا القطاع ودعم الكوادر العاملة فيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية إذا سمحتوا لي بس أولا أقدم باسمي وباسم جميع منتسبي وزارة الصحة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، ولكافة آل خليفة الكرام وشعب البحرين في وفاة المغفور بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، سائلين المولى عز وجل نتغمز الفقيد الراحل والوالد الكبير بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. وأود طبعا في هذه المناسبة الحزينة اللي أفجعتنا جميعا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي أيضا أن نبين بأن الكلمات قد لا توفي حق أميرنا الغادر الراحل، فمهنا ذكرنا من مناقب وأعمال بسموه تعجز الكلمات حتى الكتب في ذكرها. فالأمير الراحل أرسل قواعد التنمية في البلاد وساهم بشكل في تشكيل الوجه الحضاري للبحرين ووضع بصمته في تأسيس اللبنات الأولى لدولة البحرين كما هو معروف لدى الجميع، وكان شاهد على عصر النهضة والتقدم وراعي لمسيرة التطوير والازدهار طوال حياته المفعمة بالإنسانية. وإذا جينا إلى إسهامات سموه في مجال الصحة فكانت بالفعل إسهامات عظيمة بما تمتع به من رؤى وأفكار وما حمله من سياسات ومبادرات وما حقق من نجاحات وأصبحت نموذج لدول العالم أجمع، وهذا ما فعلا ما تحقق عند حصول فقيدنا الراحل بتكريم من منظمة الصحة العالمية كقائد عالم. وهذا التكريم الذي منح في عام 2019 تعتبر هي السابقة الأولى من نوعها في تاريخ هذه المنظمة التي جاوزت 70 عام من إنشائها، وتكرم سموه الله يغفر له بهذه الجائزة لأول مرة، يعتبر تقدير ليس على المستوى المحلي بل العالمي، وهذا اعتراف دولي لفقيدنا الراحل وشهادة عالمية بأن ما حققته مملكة البحرين بفضل النهج ودعم سموه في كافة الإنجازات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجال الصحي لهو واضح للعيان لدى الجميع. وكما هو معروف سموه الله يرحمه سعى بشكل مستمر على تطوير القطاع الصحي بخططه ومبادراته ومتابعته في أركان وعناصر كل المنظومة الصحية سواء كانت بشرية أو مادية، ولاحظنا هذا من خلال التوسع في عهده بإقامة مستشفيات والمنشآت الصحية وغطت كافة محافظات المملكة وخدمت جميع المواطنين، وكان اهتمام سموه بالقطاع الصحي لنظرة عميقة نحو الإنسان على أنه دائما يعتبره هو الأداة التنمية، ومن الواجب الارتقاء بأحواله واهتمام بصحته. وأحب أضيف إلى أن كان اهتمام الفقيد الراحل أيضا بالأطباء والطواقم التمريضية كان دافع قوي لعطاء أبناء وبنات العاملين في المجال الصحي، وهذا يعني ما هذا إلا قليل من كثير اللي قدمه لهم. نقدر نستذكر آخرها خصص هذا العام لأول مرة في تاريخ البحرين يوم للطبيب البحريني وجائزة باسم سموه، كأنه يعلم بأن برحيله يترك ذكرى طيبة للأطباء. ويعني ينبغي أيضا أن نستذكر اهتمام سموه رحمة الله عليه بشعبه وإحساسه اللامحدود عندما يتعرض أي أحد لطارئ صحي
فكان كثير السؤال عن صحة الجميع، ومتابع مستمر للصغير والكبير لمن يعرفه ومن لا يعرفه. وبالرغم من ظروفه الصحية في الآونة الأخيرة، لكن كان متابع لأحوال شعبه في ظل جائحة هذه الكورونا، وكان دائما التواصل معي من خلال أحفاده الله يحفظهم جميعا، يبلغوننا سؤاله عن الوضع الصحي وسؤاله عن الطواقم الطبية والإطمئنان عليهم، سؤال الأب عن أبنائه وبناته. هناك الكثير مما قدمه لمملكة البحرين، ويعجز اللسان عن ذكر هذه المناقب التي أرساها في هذا الوطن الغالي. ولا أستطيع يعني أن أقول إلا أن لو أن لي راجعون، وسيبقى خليفة من سلمان في ذاكرتنا مع حيينا. نعم، كما ذكرتي سعادة الأستاذة، ويسكن فسيح جناته. نعم، ويحفظ وطننا الغالي إن شاء الله. اللهم آمين. كما ذكرتي سعادة الأستاذة فائقة، يعني مهما تحدثنا عن فقيد الوطن رحمه الله سنبقى مقصرين بكل تأكيد. سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح، وزيرة الصحة، شكرا جزيلا لك.